الدواء والغذاء، هذا خط أحمر لدولة الإمارات. عندنا القدرة على تأمين الدواء والغذاء إلى لا نهاية. يمثل الغذاء أهمية كبرى في حياة البشر، لذلك تحاول الدول تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية كي لا يصبح مصيرها مرهوناً بمصادر هذه السلع. كانت للدول العربية تجارب بارزة وإنجازات ملموسة في طريق تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي، وامتلكت العديد منها برامج كبرى واتخذت تدابير مهمة لتحقيق هذا الهدف. كان على رأس تلك الدول الإمارات، بعدما اتخذت عدة تدابير لتحقيق الأمن الغذائي بإنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 والنظام الوطني للزراعة المستدامة وغيرها الكثير. هدفت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وذلك من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، ما يعزز مكانة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي وتحويلها إلى مركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار وتحقيق هدفها بالوصول إلى صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول العام 2051. أدت جهود الإمارات المتواصلة إلى تصدرها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2022 مقارنة بالمرتبة الثالثة على المؤشر للعام 2021. وعلى المستوى العالمي تبوأت المرتبة 23 في المؤشر الإجمالي للأمن الغذائي متقدمة باثنتي عشرة مرتبة مقارنة بنتائج عام 2021. Now the UAE has a plan. In this plan there are over 38 initiatives and programs to ensure that the UAE is not just food secure today but is also food secure in a crisis and in the future too. أما السعودية فقد قطعت أشواطاً كبيرة لتعزيز أمنها الغذائي عبر إطلاق استراتيجيات متعددة تعنى بالأمن الغذائي وخططا واضحة الأهداف ومحددة المعالم، إضافة إلى مواصلة دعم بعض السلع الرئيسة. أطلقت المملكة عدة مبادرات تنسجم مع رؤية المملكة 2030 بشأن تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على إمدادات الغذاء ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية لتسهم بتحسين مؤشرات الأمن الغذائي. ظهرت فائدة الإجراءات السعودية نحو تحقيق الأمن الغذائي، واستطاعت المملكة أن تقفز مرتبتين في مؤشر الأمن الغذائي الدولي بنهاية العام 2022 لتحتل المركز 41 عالمياً مقابل المركز 43 في العام 2021، فيما احتفظت بترتيبها السادس على مستوى الدول العربية عامين على التوالي، ليكلل خطط المملكة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. حققنا نمو، حققنا اكتفاء كامل فيها، منتجات مثل منتجات الألبابس العامة، منتجات الدواجن، زاد إنتاجنا 50% عما كان في 2016. وفي مصر كان الأمن الغذائي أحد أهم التحديات بصفتها دولة ذات نمو سكان كبير، ورغم ذلك سعت جاهدة في سبيل تحقيق هذا الهدف. وفقاً لمؤشر الأمن الغذائي العالمي 2022 فقد حققت مصر المركز 77 حول العالم، ولتحقيق الأمن الغذائي والمائي قامت الدولة بتنفيذ حوالي 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه، ونتج عن تلك الجهود ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2022-2023 بنسبة 24.6%، وتم تصدير 109,000 طن حاصلات زراعية لدول إفريقيا بنحو 63 مليون دولار، بالإضافة إلى نحو 72,000 طن بقيمة 98 مليون دولار لدول الأمريكتين وأستراليا. وتستهدف خطط الدولة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49% ومن الفول إلى 30% ومن اللحوم الحمراء إلى 70% ومن الأسماك
إلى 98% مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة. أما عن الدول العربية الأخرى فهناك من حققت طفرة نحو الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الأساسية، حيث تمكن العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في 2023 وإنتاج بين 4 و4.5 مليون طن، وتجاوز المعروض التوقعات، فيما يخطط العراق لزيادة إنتاجه بنحو 60%. إنجازات مهمة حققتها الدول العربية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء أسهمت في تطوير قدرتها على مواجهة الأزمات الغذائية الطارئة واضطرابات تجارة الغذاء العالمية وتقليل التبعية الاقتصادية للدول المنتجة للغذاء. أن تأسيس نظم غذائية مستدامة وحقق الأمن الغذائي لمجتمعاتنا هي مسألة تأتي على رأس أولوياتنا جميعاً.